الو، الو عسلامة، اهلا مرحبا بك. ما هزش عليا راهو. شكون يا معلم؟ صالح صالح، انا قلت لك ما هزش عليا. ما عرفتكش شكون طالب يا بابا. انت قلت لك لا، مش صالح ما هزش عليا، انا صالح هو ما هزش عليا. طالب صالح وما هزش عليا كان. مش انا طالب صالح، انا صالح ما هزش عليا، ما هزش عليا. شكون اللي طلبت؟ نمر المدتولي. انت شكون طلبت؟ انت شكون طلبت؟ انا طلبته وهو، معنى انا طلبته من عندي، انا مش هو طلبني راو. ما فهمتكش يا معلم، مش تحكي بالضبط. باهي اسمعني خويا، بالضبط انا مانيك اعطاني نومرو، اعطاني شكون نومرو اللي اعطاك النوم؟ السيد اللي اعطاني النومرو، قلت لك ايه اعطاني النومرو على اساس باش نطلبه ولا ايه هيك طلبته وما هزش علي يا خويا. خويا ليه ماني عارف، ما عارفش ليه عاوز يطلبه، ربما ما تحسش عليه. هي شكون اللي باش نطلبه انا؟ هيك السيد نمره اللي عندك. هاني طلبتك انا تو، هاني طلبتك باش نقول لك انا. ايه النمره بتاع السيد اللي طالبه، وانت قديش نمره؟ هاني على ذاك، علاش طلبتك انا باش تعطيه النمره باش نطلبه. هني يا سيد انت، ونعرف عليك انا شكون باش تطلب انت. هاني طلبته ليه؟ مش باش نطلب، انا ديجا طلبته ما هزش عليا، حبيت نكلمك باش على اساس تعطيني النمره نتاعو. انت شكون؟ نتاع السيد اللي طلبته خويا، عليه ماكش مركز معايا خويا. ونعرف عليا انا السيد اللي طلبته شكون هو انت؟ انا طلبته انا خويا راهو. ودي شكون هو؟ ولدي هاني طلبتك باش نعرف انا، وين نعرف انا، ما نعرفوش. لا حول ولا قوة الا بالله يا اخوي، ارحم والديك فهمني شوي. شكون السيد اللي طلبت؟ انا هذاك علاش طلبتك باش ناخذ نمروه، وين نعرف عليا انا باش نعطيك نمروه؟ ما هانا هاك هزيت عليا مال انت. لا حول ولا قوة الا بالله. تسعة هاي وبعد يا معلم النمرو شنو تسعة هذا اللي تحكي بيه؟ ليه هاك تمل تو انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا اخوي. شكون السيد هذا اللي حاجتك بيه انت؟ ايش حاجتك انت بالضبط يا معلم؟ يا دي شكونك انت؟ يا معلم تفضل، يا دي كربي اخويا راه استندار، هذا انا نحكي معك تو ساعة ما تقولي راه. يا دي تفضل. بعد التسعة قديش؟ يا دي كربي شكونك انت؟ قلت لك بعد التسعة قديش؟ هيك بديت تمل، بطلت يا اخي. بالله شكونك انت؟ هاني قلت لك صالح انا. يا دي شكون صالح؟ انا صالح، طلبتك باش تمل النومر وما هزش. يا دي نومر شكون يا دي كربي تشبيه؟ النومر. انا نومر باش تمل عليك يا معلم. هاك تو مازال ناقص نمر بركه واستينفت بطلت. دي شكون النمر؟ انا نمر تحب تنمل عليك ترى شني؟ بعد التسعه قديش نكتب؟ بعد التسعه؟ ها اسمع بابا الغالي، بعد التسعه تو بديك العشره.